السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نسهل على نفسنا الشغل في الريفت او اي برنامج هندسي اخر من خلال الماوس. الماوس هو فيه عادة يعني 3 زراير، الزر اللي هو الشمال دوت بتدوس عليه لما يعمل سيلكت على الحاجة، لما مثلا هتعمل موف او كده او تنفذ امر من الاوامر. الزرار اللي في النص اللي هو عبارة عن بقرة بتقدر تطلع وتنزل او تعمل زوم من خلاله، او لو دوست مرة واحدة وبدأت تتحرك هيبدأ يحرك لك الفيو اللي انت فيه، او لو دوست مرتين بسرعة هيبدأ يعمل لك زوم على الشغل كله. والزرار اليمين بيبدأ يجيب لك قائمة فيها اختصارات كتيرة، يعني لو جيت تدوس هنا هتلاقي عندك قائمة بروبرتيس تقدر تظهرها وتخفيها، بدل ما تيجي هنا على قائمة فيو ويوزر انترفيس وتبدأ تختار بروبرتيس، لا في ثانية واحدة تيجي هنا وتختار بروبرتيس، ومن براوزر تقدر تختار ان انت تفعل بروجكت براوزر او سيستم براوزر او ام اي بي فابريكيشن بارتس لو انت في قلب الفيو بتاع الام اي بي او في الشغل بتاعك. ممكن تختار اي حاجه من الحاجات بتاعت الزوم. ممكن فايند ريفيرنج فيو اللي هي الفيو اللي فيه الحاجه اللي احنا موجودين فيها، يعني لو موجود في سيكشن السيكشن ده موجود فين وهكذا. طبعا الزر الايمن بيختلف حسب الحاجه اللي انت موجود فيها، يعني مش لازم تطلع القائمة دي، كل مرة بتطلع قائمة مختلفة. بيقول لك انا ممكن اوريك السكشن ده موجود في ليفل 1، تختار الفيو اللي انت عايزه يبدأ يجيب لك السكشن اللي هو دوت اللي هو احنا كنا فيه. طيب ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اعمل ريبيت، عايز اعمل ريسنت، تمام. طيب لو انت عندك السكشن اهوت زي دوت وجيت قلت له مثلا عايز تعكس، فبتعمل ايه؟ بتدوس على السهم ده تعكس. طيب في حاجة تانية غير ان انا ادوس على السهم ده واعكس؟ اه، من قلب السكشن اظهر الحدود بتاعت السكشن اهي، واعمل سيلكت عليه ودوس رايت كليك، وهتلاقي عندك هنا اختيار فليب سكشن هيبدأ يعكس لك السكشن زي ما انت شايف. فالزر الايمن بيختلف حسب الحاجة اللي انت عامل سيلكت، يعني لما بتعمل سيلكت على حاجة بيبدأ يجيب لك اختيارات، جايب لي مثلا كرييت سيميلر، اديت فاميلي، سيلكت بريفيوس، اختار اخر حاجة انت كنت عامل عليها سيلكت، سيلكت كل العناصر اللي موجوده في الفيو اللي متفقه مع العنصر اللي هو ويندوز اوت، فيبدا يعمل سيلكت عليهم كلهم، تمام. او ممكن تقول له لا في المشروع ككل، تمام. او ممكن تقول له جود لي اللقطه دي موجوده فين، او غير لي اتجاه الوول الداخلي بخارجي والخارجي بقى داخلي، تمام. فالاختصارات موجوده كتير وتختلف من حسب العنصر اللي انت عاملها. سيلكت جوينت المنت، اعمل لي سيلكت على العناصر اللي معمولها جوينت مع العنصر دوت. طيب خلينا نشوف كده في 3D. طيب على سبيل المثال مثلا عندنا ديت اهي، ده الكيرتن وول مينينيان، لو عملت سيلكت هتلاقي بيقول لك سيلكت مينينيان اون جريد لاين اللي موجوده في نفس الجريد كروس جريد لاين وهكذا، بيديك اختيارات كتيره تقدر من خلالها تعمل سيلكت لاكثر من حاجه. فالزرار الايمن ممتاز جدا وبيوفر وقت كتير، واللي وفر عليك وقت برضه الاختصارات، ان انت محافظ الاختصارات بدل ما تروح للفيو وتختار تريم تحفظ الاختصار تي ار، هتوفر معاك كتير قوي، وزي ما اساتذتنا كانوا بيقولوا من حافظ الاختصارات توفر الاوقات. طيب خلينا نشوف بقى الزر الايسر، قلنا نتيمم بالاول. طيب هنا لو انا جيت هنا ودوست مرتين هيحصل ايه؟ عمل ايديت فاميلي. طب انا ممكن اكون مثلا بدوس مرتين كتير ولا نفسي دخلت في ايديت فاميلي، مش عايز اعمل في ايديت فاميلي، انا عايز اعمل سيلكت. طب خلينا ندخل هنا في الاوبشن، هنلاقي عندنا هنا في دبل كليك اوبشن في قلب يوزر انترفيس، دبل كليك اوبشن بيقول لك ايه؟ لو انا دوست مرتين على الفاميلي يعمل ايه؟ لا اما يعمل من بينها وما مش حاجه خالص دو ناثينج، او ايديت فاميلي او ايديت تايب. طب خلينا دو ناثينج مش هيعمل حاجه خالص، ايديت فاميلي هيعمل زي ما شفنا يدخل على الايديت فاميلي. طب ايديت تايب عامل ايه؟ كأنك جيت هنا ودوست على ايديت تايب، تمام. طيب حسب ما انت حابب او حسب ما انت متعود، ممكن واحد يقول لك لا انا الماوس بتاعي بايظ بيدوس على طول مرتين بدل مره واحده انا اخليها نان، لا دي تسمى زي ما انت عايز. سكتش اليمنت هو عناصر في السكتش يعمل ايه؟ ايديت اليمنت ولا ايديت تايب وهكذا. طب انسايد فيو سكادول، لو انا جوه الفيو السكادول بحط في قلب شيت يعمل اكتف للفيو ولا دو ناثينج؟ يعني ايه الكلام دوت؟ لو انت دخلت في اي شيت فيهم، لو انا جيت على اي واحد في الفيوهات ديت ودوست مرتين عليه ادخل جوه الفيو ولا لا ما يعملش حاجه خالص؟ يعني ممكن المفروض ان انا لما اجي ادوس مرتين ما يعملش حاجه خالص،
يعمل سيلكت بس، او لو انا عايز ادخل بقى اكتيف فيو ادوس رايت كليك واختار اكتيف فيو. خلي بالك الاكتيف فيو دي ما ظهرتش لما كنا في الوول، فبتختلف حسب الحاجه اللي انت بتستخدمها، وهكذا. هتلاقي عندك هنا الاوتسايد فيو ان شيت، لو انا دوست بره يعمل ايه، دي اكتيف ولا لو انا دوست بره هنا وانا جوه الاكتيف يخرج ولا لا، لو انا دوست على الاسمبلي او جروب او الستير يعمل اديت الاليمنت ولا ما يعملش حاجه خالص، تمام. فدي الاختيارات، فالحاجات دي انا بظبطها حسب الشغل بتاعي بحيث انها توفر معايا الوقت وما تعمليش اي اختلاف.